الحاج محمد شاب جامعي من ولاية سعيدة يحشق الطبيعة ويهوى الزراعة استطاع بإمكانياته الخاصة أن يحول فناء العمارة المتواجدة بحي بالهادي بن يمنى بوسط المدينة إلى حديقة تتنوع فيها مختلف أنواع الأشجار والزهور المكان كما كان قبل كان عبارة عن ديشارج دي شارج تاع لي طرافو تاع الباطيمات كانوا عاد جددوا كانوا يقيسوا فيهم الوساخ وكل شيء نقيناها قعدنا غير بشويه ونقو ونجيبوا جبنا تراب جبنا لي جبنا اللوح جبنا لي ودرنا لونتوراج بلعناها وقعدنا نغرسوا الاشجار الورود زدنا مع التالي درنا الكازون المقاهد والاشكال الهندسيه صنعها من الواح خشبيه ولونها بالوان تتناسق مع جمال الحديقه. هذه عباره عن رسكاله المواد المستعمله سواء عباره عن الواح لي باليت هذو نعاودو نستعملوهم الاحجار هذي نجيبوهم تكونوا مقيوسين نعاودو نجيبوهم الياجور ثاني مستعمل نعاودو ثاني نستعملو لي طابلو ثاني مهرسين نعاودو نخدموهم ثاني من جديد هذه الخضره البديعه والالوان الزاهيه في الحديقه تحتاج الى وفره المياه التي اصبحت تشكل عائقا امام هذا الشاب انا عندي مشكله في في عدد المياه خاصه في 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 الصيف بروبليم تاع تاع الماء والماء ما يخفاكمش رانا ما الدار نجيبو ونقعدو نزقو في في الحديقه ككل راني نقعد فيها دي فوا حتى ثلاث سوايع ثلاث سوايع وانا نزقي الفاتوره تاع الماء راهي ديباسي ل 1 مليون دي 1 مليون 200 1 مليون 300 وخاصه في الاونه في الصيف والغرس اللي يقلاه الماء بلا ما كلشي كلشي يموت بلا ما كيما نقولك ما درنا والو ان شاء الله السلطات المحليه تلبي النداء ان شاء الله علاقة الحاج محمد بالطبيعة والزهور والورود جعل من هذه الحديقة فضاء مريح ومتنفس للجيران والأطفال الذين يقبلون عليها يوميا درنا هذا الله يبارك هذا جنة مشي مشي هذه جنة رانا جو حنا راك تشوف الله يبارك هذه الوليدات وحنايا رانا نجيو فيها صافي بليزير للهواء النقي وما كاش حاشاكم ها راكم تشوفوا ما كاش وسخ صافي بليزير انا كي كل ما نجي هنا نحس باللي راني مرتاح نحس باللي راني عايش في جنه مانيش خاطرش من المنطقه تاعنا ماشي كيما دي المنطقه على السلطات المحليه تدعيم هكذا مشاريع حفاظا على جماليه المحيط